مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. هذا الكبير من المغاربة تبوا معنا القصة ديال سلام ودريس اللي في لحظة من اللحظات كيلقاو راسهم جوجين بمرة واحدة. مشاهدينا الكرام، تبعتوا معنا شهيدة شهيد من إليها، الأخت ديالها شهدت فيها وكشفت حقائق صادمة. الفيديو في الأول اللي كنا وضعنا احترام الرأي العام أننا هاد الناس كيفاش تلاقوا معها، كيفاش تزوجوا بها، كيفاش كتجيب العدولات هي، كيفاش هما مجوجين وما عارفين والو. الأخت ديالها وضحت لنا مجموعة من النقط. معايا سلام. سلام هو النصف الثاني ديال دريس، كما قلنا هذا ضر الآخر. غادي نشوف جوج النقط معها سلام. النقطة الأولى، يتكلمنا على الفيديو اللي شاف ديال الأخت ديالها اللي كانت هي اللي ساعدتهم في الأول باش تكشف الحقيقة ديال هاد هويام. هادي هي هويام ديال سلا، نفس الفيلم اللي شفنا في قصة السلطان سليمان. هاد القصة ديال هويام اللي القمة في الغرابة. تبعوا معايا، عندنا النقطة الثانية غادي نمشيو ليها كذلك، كتعلق بما خفية كان أعظم. سلام مشات تتقلب بيه على الرابع اللي هو صاحبه، دخل معاه في مشادات ودا ليه مليار. تبعوا معايا هادشي غادي كيولد. تبعتي معانا القصة ديال اختها، شتي شهادة الحق اللي تكلمت عليها، وهي كانت سند قوي ليكم اللي تبين الحقيقة حول واقع هاد هويام تاع سلا. كيفاش شفتي الفيديو وشنو هي المعطيات اللي كتشوف انت ساعدتكم بقوة هي الأخت ديالها؟ بالنسبة للأخت ديالها اللي كتعيش في ديار المعجر في إيطاليا، لا هي ولا الزوج ديالها اللي هو سي أحمد، هي المنبع الحقيقي اللي زادت طيرت منا ديك الغشاية ديال اللي كانت عندنا ديال السحر على هاد السيدة هادي. ما كناش كنقدروا اننا نعرفوها، لاننا واخا دعيت وكذا باقي ما عارفش شنو كاين، واخا عملت عليها الدعوه وكذا وهذه، ولكن الاخت ديالها بعد ما اتصلت بيا مني جات وعرفت الحقيقه ديالها انها هي باقا مجوجه بالاماراتي ومعها عايش واحد في الدار وعامله له الكاغيط مزور، وانا الضحيه اللي قبل منه كنت في نفس الوقت اللي كان انا كنت في 17 وهو كان في 18. ما نوضت معها الرقاطة، بعد ما نوضت معها الرقاطة نضخها هز عليها جنوي بالحضور ديال سي دريس وقال لها ماشي شغلك، واش انت اللي كنتي خدامة على با امي، واش انت اللي شريتي، يعني هذا خو هذا يؤيد هويام، هذاك الاخ ديالها هز عليها جنوي قال لها واش انت اللي كنتي خدامة على امي با، واش انت اللي شريتي لي طوموبيل ب 15 مليون وشريتي لي دار ب 35 مليون، ها ماشي شغلك، تعملتها 10 دراجات ماشي هذا، ماشي شغلك فيها، تعملت 10 درجات. قالت له كيفاش هي باقا مجوجه؟ المهم وقالوا مضطربه، دخل بيناتهم هذا السي ادريس وما بينوش. جا السي ادريس من جا الدار صابوا مصطدمين، قالت له الزوج الثاني، على الزوج الثاني قالت له، قال له مالا مع خاك؟ قالت له لا راه ما دابزوا، دابزت هي وياه على حساب المراه ديالو، حيت هي ملي كانت جات في الصيف هذه الاخت ديالو اللي في ايطاليا هي والراجل ديالها صابوه ما مجوجش، هما اللي مشاو خطبوا له في الريصاني في الرشيديه وجوجوا. بعد المدة ديال اللي 10 ديال السنتين بقات كتوجهني هي، كتقول لي سير زور، سير السادات، سير عمل، سير فعال، سير البلاصة الفلانية، عمل لي الزيارة، عمل لي كذا. هادي أنا على نيتي كنت كنمشي نتوجه لمولاي إدريس، مولاي عبد السلام سيدي مشيش، مولاي بوشتا، مولاي التامي، مولاي عبد الله الشريف، كنمشي كنعمل الزيارة والدعاء وندعي له وكذا وهادي. وهي كتقول لي أندرا تعاوشي معايا دوز لي الشرفة كذا هادي. المهم كنعمل هذيك الطقوس اللي كتأمرني بها كاملة كاملة كنحملها لها في ديك المدة هذيك، ديك المدة هذيك اللي فاتت عامين وأنا ماشي في هذه المسائل، ولكن هي عندها طريقة ديالها ديال الشعوذة كتخدم لي، كتقول لي وأنا تانا أنا زرت سيدي بن عاشر، أنا مشيت نسيت الحاج العربي، أنا مشيت نكدا دوز لي الشوافات، أنا كيسحب لي هذوك الشرفة هما شوافات باش كيخدموا لي ديك العملية ديال ديك الساعات. ما بقاش العينين ديالي تغمضت، كتقول لي سير وليت حطي لي كوموند، أعمل هذه أعمل هذه، صيفط هذه صيفط هذه أعملها. ما بقاتش عندي الاراده او القوه باش نفكر لا في داري ولا في والو، كندخل عيني مسدوده، المراه ما نفتحش فيها عيني لا هي ولا ولادي، اللي يهضر كنوض معاه، اللي يتكلم معايا ولات عندي واحد المضايقه الا جبدوها لي كنبغي نطيح الروح. وهذا الشيء اللي تعرضت له انايا حتى هو تعرض له الضحيه الثاني اللي هو السي دريس. هنا عندك حاجه اخرى عاوتاني، قدرت توصل واحد الصديق ديالك اللي كنتي كدير انت وياه التجاره في الظروف هي اللي عرفتني شنو عملت. انا كنت ما كنخبى عليها حتى شي حاجه، يكفيك حتى المسائل ديالي ديال التجاره ولا ديال الفلاحه ولا ديال، كنعاود لها المسائل كامله، انا متخذه زوجه وعندها مكانه وعندها كذا وكذا، وبالنيه وبالصدق. شنو هي كتعمل؟ عملت
هي استطاعت كتستطاع انها توصل عند ديك السيد الصديق ديالي. شنو عملت باش عاد مشي لي لو نيشان؟ لا، قالت لي انا كاين شي ناس في القنصليه ديال الانجليز تما خدامين عندنا في الخدمه ديالنا تما في المجال الامني في الاستخبارات، خصني انا عادي الا كانت امه في لندن تقول لي اعطيني التليفون ديال الوالده ديالو. لا شنو، قلت لها عطيتها التليفون ديال الوالده ديالو. بعد ما عطيتها التليفون ديال الوالده ديالو ما نعرفش شنو عملت معها هكذا، بقات رابطه معها العلاقه. عادي دوز واحد السنه ونص ولا سنتين اخرى، اربع سنين، عاد خالي مشاكل، عاد نوض هي عاد يتحرش عليا مو ديال السيد، والسيد وعاد بغيت توصل عنده هو ديك السيد. ديك السيد شويه تا هو محافظ كان، ماشي ما فيهش هاد المسائل هادية، وانما عاد نوض تحرشو وعاد تقول له بما انه هو اللي كيستغل وهو الجيران هو اللي كيبيع ويشري، وشحال ديتي هنايا؟ الا كنت كنقول لها راه كتجيني قد قد انا ويا بحال دابا دينا 50 مليون ولا 60، كندي كنحيدوا المصاريف، وكتبقى لي انا ها شحال قد واش، كتقول له هو ربح كثار من هادشي. السيد مسكين مع الهضره مع عموه، راه انت كتعرف الله ينجينا وينجيك، بين لان النبي كيقول ما استخلف الله خليفه او نبيا او ملكا في الارض الا جعل له بطانه، بطانه امره بالحق وتحضه عليه، وبطانه امره بالشر وتحضه عليه، ولا عصمته ما عصمه الله. اي جوج الطوائف كيجيو، اي واحد مالك نبي خليفه او واحد في وسط المجتمع نجح في حياته، كاين جوج البطانات، بطانه كتامرو تاع يعمل الخير، بطانه الا شفتو نجح في حياته كتسلط عليه الاضواء انه باش تدمره. هو مسكين قلت العقل وقلت التجربه كذا هذه مع عموه، والانسان ما عندوش شي واحد، كنا مزيانين واحد الساعه هو كي نظرك انت الهدف ديالها هي، لا سمحتي لي الهدف ديالها هي انه تجيب هو الرابع، وانت تقول لك السلام عليكم. هو الرابع، هو اصلا انا واحد السيد بالاعتراف ديال اختها كان معايا في البرلمان، دابا ورا تا ورا مسكين الله يكون معنا ومعاه الله يطلق السراح، قالوا مشاكل ماشي الناس ثاني يتهموه، مسكين الله يطلق سراحه، وراجل طيب زعما ما نقولوش، اني لا حول ولا قوه الا بالله. العثرات والابتلاء كاينه في الدنيا، كانت باغيه تصلي له، هذاك باغيه توصلي له هي بالاعتراف ديالها، اعترفت نختها هذه اللي في ايطاليا. رجع معايا دابا هذا اللي انت وياه مدعيين دابا ومشى لك مليار، جاوبني عليه. هذاك سيدي ما استطعتش توصلي له، وانما استطعت انها مني ما استطعتش توصلي له، واستطعت توصل عين امه، وعلى الطريقه ديال التليفون عيات ما تصدمو باش يجي لعندها، ما جيش لعندها لان هذاك شويه في شكل الطبيعه ديالو وكذا، حتى هو شويه محافظ وكذا، بقات كتعمرو تمشى، وقع لي معاه المشاكل والنزاعات حول المسائل اللي كتبيناتنا ديال التجاره وكذا، وناض هو كيمشي يتهمني بشي تهام، ومشى للقضاء، ولكن الحمد لله القضاء انصفني وعطاني حقي، ودالي تقريبا 10 المليون ديال الدرهم، وهي خصها في الاصل انها كانت كيخصها توصلي له باش تدي منه، لان هي مع سميريه هي كتعرف اللغه ديال الفلوس، 10 المليون ديال الدرهم هي مليار تقريبا اللي الدالي ثبت لي هي السبب ديالو باش نوضت لي المشاكل معاه، وهرب وخلاني في المشاكل، خلتني في المشاكل. دابا انت من موراها عنده شي ملكات، هو مشيتي كتحجز ليه دابا؟ شي املاك ديالو حجزت منه فيرما وحده بيعتها له، وباقي املاك ديالو تا هما محجوزين عندي، وبقى المسطره ديال القانون ماشيه سايره، وراه كيعرفوا الناس هذا الشيء، القضاء في طنجه كيعرفوا المسائل ديالي كدا، عندي المحامين ديالي، عندي كل شيء. السؤال الاخير اللي عندي معك، أموت الوليدات وليداتك، يعني هذا داز هاد الامور، يعني كيسيروا معك الحياه دابا كيساعدوك في هذه المحنه؟ خصنا نكونوا واقعيين، انا كنقول الحق، انا ما صيبت حتى شي واحد في الاخر من غير الوليدات ديالي، ومن غير الوالده، ومن غير المراه حتى هي، حتى المراه رغم ان حيث كيف ما كانت عندي مشاكل معها وكذا وهذه، ولكن في المسائل دابا منين وقع لي المشكل وكذا وهذه، انهم هم اللي مضحيين معايا، لا هي ولا الوليدات، الحق سيدي ربي يتقال، وانا هي المراه راه عارفاني سلوكي واخلاقي، ولكن حنا الابتلاء راه قام وتمارس على انبياء اللي هما عندهم منزهين وعندهم العصمه، فما بالك فحنايا؟ والانسان اللي فيه الطيبوبه واللي كيكون طيب واللي كيكون قلبه مزيان وقلبه كريم كبير وكيحن، هذا هو المصير ديالو. ولكن انا كنحمد الله ونشكره، كنت كنقول له يا ربي تولى امري وكن انسي وكن ناصري واقضي حوائجي، وتسنيت الله حتى بي اللي البرهان وعطاني، وكنقول له ما خاب من توسل اليك يا الله،
بحقك وبحق العارفين بحقك محمد وآل محمد. هذه راهي قبضتني من يدي اللي كيحرقني. انا رانا كنموت على محمد وعلى آل محمد، وهي عرفت نقطه الضعف ديالي مشات لي الشرفاء والعلويين. انا عندي في الدم نفديهم بروحي، لان انا اصلي علوي شجره، ماشي اصلا على ابي وعلى اجدادي. احنا من الموالين، من الشرفاء، احنا من الذين نتولوا الامر الذي الله تعالى وتبارك انه اصطفاهم بالعلم، وجعل فيهم النبوة، وجعل فيهم الرسالة، وجعل فيهم الإمامة، وجعل فيهم الخلافة، وجعل فيهم الهدى. ميمكن ليش أنا يا واحد القيم هذه عطاها لي الله في الجنة وخلقت من أجلها ومؤمن بها، وجيتي قبضتيني منه وما أنا عملش بها، هي قبضتني من الشجرة الفاتح مولاي إدريس والعلوي. وانا رانا علاش انا قدرت؟ الناس وحدين ما كيقول لك ما يقدرش يخرج. انا موت مشاكل مع ولادي، علاش تدخل في الاعلام وكذا؟ قلت لهم ولادي ما تعرفوش، انا هذه القضايا قضايا مصيريه نؤمن بها، وعند فعل حقي وانا ضحيه، وراه الله يفصل اللي عينصفني وعيدافع عليا. هنا كيبقى عندي، الا سمحتي لي، كيبقى عندي سي دريس انت كتنوب عليه. دريس دابا غادي للمحكمه، جاي فين وصل في الامور ديالو؟ سي دريس هو ضحيه بحالي، وهو واحد الرجل ما فضلت قدامكم، رجل طيب، لا من ناحيه السلوك ديالو ولا من ناحيه الاخلاق ديالو، وانسان عطوف وحنون. والسي دريس ضحيه اكثر مني، السي دريس دات له اكثر من 600 مليون، ودات له الارض اللي فيها تقريبا هكتار كتبان النص ديالها، وعاد هبت له هو النص، وهي ما عندها لا هذه ولا عين، صبت عليه ودات له هي كل شيء ديال السي دريس. وهو باقي ماشي في الاجراءات، وكان كيطلب انه باش نخرجوا معها هذه الامور على خير، وكان كيقول لي انا ترد لي الارض ديالي، راه اعتراف، اعترف الاعتراف ضمني عيف الصباح، قال لي انا ترد لي الارض ديالي. وكنت غنفكر كيفاش نعمل لا الضحيه ديال اختها اللي دات لها رزقها والورث ديالها، ولا نتينا ونجلسوا في الطبله، وانا غادي نتساوي بيناتكم، بيني وبينكم، ونتراضاو ترد لي ارضي. اما الفلوس اللي دات الله يهنيهم، الفلوس خسر على بوها شي 39 مليون في الشيخ زايد، وشي 20 مليون ديال ديك كيعيطوا له ديال الفرمليات اللي كانوا كيقابلوا بها 50 الف فرنك في الصباح و 50 الف فرنك في الليل، اللي كيتبات معاه تقريبا 20 مليون مع 39 مليون، الله يسمح لها دنيا واخره. ولكن دات له 600 مليون وطرد الارض، وبغى يساوي معها الامور. فائده به مؤخرا صيفطت واحد المحامي اللي كان كينوب على اختها وكيعرفها حتى هي، هي ما يدخل وكيقول لها ساوي مع الامور. السي دريس راجل مزيان، قالت له عادي ندي هنا الحابس، الا جبت شي حاجه هو اللي عمل الكاغيط مزور. مع الاسف الشديد ان السيد ما كيخصوش يتحط في هذا الموقف، وكنشوفو كيتراجع، هو اللي خلى هادشي دابا يتعطل شويه باش نشوفو التسويه معاها. فائده به جباره عنيده، وما بغاتش تعمل هاد المسائل هادية كامله، كيقول لي عي صبر وكذا. وهادي اصبحت كتهدد اختها، غادي تقد تصيفط لها الديار الايطاليه تقتلها، غاتديها في الخنشه، انا غاتديني في الخنشه، انا اتهمتني بواحد التهم اللي ما يمكنلوش اي حاجه الانسان يتلاخر فيها، واللي تشفر ونصاب وقمر وقرع. ايوا الكرامه عاد جيتينا، وحنا شرفاء كنموتوا على الكرامه ديالنا. انا الكرامه ما نقدرش ندوزها. لا بالعكس، خدينا مجموعه من المعطيات، وحنا على تتبع دائما ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، قصة السلام حاولنا ما أمكن أنه بعض النقاط، وهذا الشيء ما سالاش، لأنه من الطبيعي جدا كل مرة كيذكروا حاجة. ونهار اللي كتب معاه بداك العقد اللي جابت هي العدولات، قالت لي في الصداق 6 مليون، وعطاها 6 مليون وزيد وزيد وزيد، هذه حتى هي ما تقالتش، شي كانت حكى لي هذا الشيء وراء الكواليس. مشاهدينا الكرام، يهمني واحد الشك مهم، ملي كان كيتكلم تيقول لك انا مفجلي مشى للحفظ، لانه في الدعوه الاولى كانت عندها معاه هو ما كيحوش على ذاك العقد، يعني الامور ما كاينش دليل مادي بزاف الامور، هذا كيبقى اجتهاد. ولكن ربي نصروا لنا النيه ديالو، انه من تما غادي يتلاقى بدريس، دريس عنده كوبي من العقد، ومن دريس من تما عرفوا بانه الزوج الاو ديالها اماراتي، داز الضابطه القضائيه اعترف انه هي ما زالت في الذمه ديالو، يعني كاين عقد، تفسير انه العقد الاول مع الاماراتي كيبطل انه يكون عنده عقود اخرى، الحق ديالها في زوج واحد، يعني هذاك العقد الثاني من الطبيعي غادي يكون مزور، هذا جانب. وفي نفس الوقت التهديدات اللي كانت كتقول السلام
كتصيفطو مع اللي كيتعتبر معاه اللي هو ادريس، والريس كيشهد السلام بانه هذا الكلام قالته ليا. مشاهدينا الكرام، ما يهمنا اكثر والله العظيم اننا نردوا البال ونستافدوا ونحتاطوا، سواء في صفوف النساء في صفوف الرجال، حول اي قرار كيتعلق بالقانون. القانون ما تيلعبش، دخلت العاطفه، دخل السحر، دخلت امور اخرى بالدارجه الغربيه بحال الطلاميص، صار غادي مساكن ديال سيدي ربي. من الصعب انه السيد هذا يتكلم مستوى عالي، له تجربه تبارك الله في العلم في القرايه في الدين، ولكن كتجي مع الظروف اللي كتغير لك توجه ديالك والمبادئ، المبادئ ديالك عفوا. ما هو أسوأ، نحن على تتبع قصة سلام والسيد ريس 75 سنة اللي هما ضحايا هي مسلع لتبيان الحقيقة. ننتظر ما سوف تسفر الأبحاث في الأيام القليلة لتبيان الحقيقة أكثر. نتمنى أنه السيدة توقف عند حدها، لأنه الهدف الأسمى عند هاد الناس، وأنا اللي احترمتهم أكثر في الوقت اللي الله غادي نناقش معهم الموضوع. قال لي الهدف ديالنا أن إلا كنا حنا ضحايا ما تعطيناش خاطرنا يكونوا ضحايا آخرين، نبهوا الناس حتى لا يقع أي رجل مرة أخرى في المحضور مع هاد الهيام ديال السلع. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.